في نقطة مهمة جدا عايزين نستوضحها من حضرتك، هل في فرق ما بين، واحنا بنتكلم في التوصيف الطبي بقى علميا، هل بيكون في فرق ما بين جلد الذات وتأنيب الضمير أو الشعور بالذنب؟ طبعا في فرق. تأنيب الضمير أو تأنيب الضمير ده الصورة الطبيعية، الصورة اللي ما فيهاش دراما، صورة غير مرضية، إن الإنسان بطبيعته يبقى عنده ضمير، والأنا الأعلى هو اللي مسيطر على جميع أفعاله، هو اللي بيرده عن جميع خطاياه، هو اللي بيخليه راجع نفسه، هو اللي بيخليه يستنكر طاقاته عشان ما يقومش على الخطر تاني. يمكن حتى في البيئة العربية تعريف الضمير مختلف عن أي حتة في العالم، يقول الضمير هو صوت الله داخل الإنسان، فدايما من جواك بيوجعك، دايما بيشاورك على الصح. فتأنيب الضمير مهم جدا طبعا. يمكن حتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمهم جدا إن الواحد يبقى عنده تأنيب الضمير، عنده وقص للضمير، الضمير يقول له افعل ولا تفعل، يخليه يراجع حساباته علشان يبتدي يقيم نفسه ويحدد أهدافه من جديد، ويتلمس خطاه بالصورة يرضى عنها، سواء هو أو أسرته أو المحيطين أو حتى المجتمع والقانون. طيب دكتور وليد، الضمير ده مهم جدا، أن ترى الله الشعرة ما بين تأنيب الضمير طبعا مهم قوي. انما لو احنا تخطينا ده بشعرة، يعني دخلنا في الشيء بقى المرضي، ان جميع افعالنا يجبنا فيها وغز للذات، اي في اللي عملناها يجبنا فيها وغز للذات. يعني مثلا بنشوف بعض السيدات بيتقدم لها عريس، فاهلها يقولوا لا احنا مش عاوزينه عشان واحد اثنين ثلاثة، هي تصر عليه فيستجيبوا ليها ويرضخوا لرغباتها في الاخر. لما بتكتمل الصورة عندها بعد العلاقة الزوجية وتشوف بقى أجزاء البازل بتتجمع وبتشوف بشاعة الموقف وتعرف إن أباها على حق، تبتدي تبالغ في جلد الذات بدل ما هي تعمل على تقويم العلاقة الأسرية وتحاول تسد الثقوب أو ترقى بالصدع. لا، يجي لها جلد الذات، نلاقيها دايما قاعدة متقوقعة بتعيط، عندها اضطرابات نوم، عندها صداع مستمر، متلازمة الإجهاد، الشعور بالقلق، تعاقب نفسها، تاكل كتير.